اصول برضه يا معلم، ما ينفعش بقى نقعد احنا تحت رحمه اللي اسمه الكينج بتاعك ده. وقولوا حدانا في الصعيد ادي العيش الخبازه مش مجد المناعي اللي يشتري سمك في ميه. يا راجل يا طيب حرام عليك، الدنيا بتتغير يا مجدي وانت لسه متمسك بلهجتك الصعيدي؟ الوقت ما فيهوش فاضي يا مجدي، وقتي ده كله بفلوس اخويا. طول ما سمحت ابويا في رقبتي لا هغير لا اصلي ولا لهجتي. وقتك ده انا اللي هدفع ثمنه، وزي ما قلت لك صاحب التخصص على وصول. يا ريس ما هو برضه المعلم عنده حق، ما احنا ما ينفعش نفضل مستنيين اللي اسمه كرم الكينج. هوب اكتب صاحب التخصص جاي. ماشي يا مجدي. متشعره ومتكميكه واخده لون على ريحه. فسر. متشعره حشيش خام وكميتها ترامادول صيني وابو صليبه، مخلوطه بحنه والبان دكر وزيت بندق لزوم اللون والريحه. هو ده الكينج صاحب التخصص. لا لا يا مجدي ما تزيدش امال، اهدى عليا يا اخويا، ده شغل وفلوس ناس. امسك دي يا كينج، شعشعها وسمعني وقالتك الاخيره. ما انا سمعتك يا معلم رماح من غير ما ادوق ومن غير ما شعشع، وفنطت لك خوابقها، والبضاعه دي مطبوخه عند صراف بتاع الزرايب. يعني اشيل بكام؟ طوبها 3.5 للقماشه، وده كبرها. اه حساب الكينج ده الراجل بتاعي. ربنا يهنيكم ببعض يا سيدي. تسلم يا كينج. طه فلوسك يا معلم. سلام. فلوس حاضرة، بضاعة تجيلنا على المخزن. تعد؟ توكل على الله يا طه، حصلت البركة.
ايه بقى؟ كل ده؟ استناكي كل ده؟ وايه المشكلة لما تستنى؟ هتتخطف ولا هتتخطف؟ اه هتخطف، أنا معجبيني كتير. اه مش معجبينك اللي بيترموا تحت رجليك، أنت ليك غيري؟ أنت تقدر. تتريق يا بت ولا إيه؟ بكرة تشوفي من هو كرم الكينج. النبي يا كرم، أنت رايق وفايق. لازم أبقى رايق وفايق طبعًا. الشمس حلوة، والجو بديع، والقمر قدام أهو. النهاردة فرح عبير، وكل بنات الحتة اتجوزوا. الطويلة والقصيرة والتخينة والرفيعة. ما فضلتش غير يا كرم. اعمل ايه يا نوره يعني؟ ما انا جاهز يا بنت، امك هي اللي مقفله الدنيا. انت عارف ان امي ما بتجيش غير بالزن يا كرم. حاضر يا نوره، حاضر. امك هتفتح الحنفيه من هنا تلاقيني طالع لها على طول. خلاص بقى افردي وشك. افردي وشك. ده فرد يا بنت، ده فرد، ده فرد يرضي ربنا. احنا في جو رومانسي، والرومانسيه ليها اصول. اصول الرومانسيه ان انا وانت نتلم بيت واحد. مش تقول لي شمس وقمر وجو بديع. يا بنت ده احدث كلام في السوق، هو اي حد يقوله شمس بديع ولا؟ يا بنت اسكتي يا شيخه، انت مش فاهمه حاجه. سمعت الكلام ده قبل كده من حد؟ لا، لو على الكلام الحلو فانا سمعت كتير. يعني ايه سمعت كتير قوي؟ مين يا بت سمعك كلام زي كده يا بت؟ في كرم، انت قفشت؟ وايه اللي قفشتي؟ يعني ايه سمعت كلام كتير زي ده؟ يعني ايه؟ كرم ده انا بهزر معاك. هو في احلى من الكلام الحلو اللي انت بتقوله لي؟ انت حتى لسه قايل لي الجو بديع وشمس وقمر. فك بقى. يعني عجبك الكلام؟ عجبني. حلو الكلام. قوي. ها؟ ماشي. ما دام عجبك بقى يبقى نتأمل شوية. تعالي. تأملي تأملي. هنتجوز امتى يا كرم؟ بعد ما نتأمل على طول. تأملي جامد. حاضر يا اللي بتخبى. طيب دقوا المزاهر يلا ويا اهل البيت تعالوا. ازيك يا مجدي يا حبيبي؟ تعالى حبيبي. ازيك يا ميسه؟ الشاي يا حبيبتي. دي هديه بسيطه كده، مش قد المقام. تليفون طش، يعني حفيه حف بيتصل. يا صلاه النبي، قولي يا اخويا تعبت نفسك قوي كده؟ دي تسوى شيء وشويات. لسه اللي ليكي عندي كتير قوي. ده انا هنغنغك يوم العروسه، بس الموضوع عايزينه قوام. انت تطمن خالص، انا ما دام حطيت الموضوع في دماغي يبقى خلاص، ما تشيلش هم. بس يعني ما تاخذنيش لا مؤاخذه يعني. قولي. اصل شغلتك يعني. ولا شغلتي عاد. انا ما قلتش حاجه، بس انا كل ما اجيب سيره للبيت واقول لها عليك تقول لي جرايه ياما، انت عايزه تجوزيني لتاجر مخدرات كل فلوسه حرام في حرام؟ ده انا بنسى ناس همومي وازيدك من الشعر بيت. قولي لي عن اي حد، عن اي حد في البلد دي بيشتغل في الحلال. دي كلها ماشيه كده، حرام في حرام. ولا شمل بتاعها انت فاكرها ايه؟ بيشتغل قبطان على مركب؟ بيشتغل عندي صبي من صبياني، فاهمه؟ كرم بيشتغل معاك في الهباب ده؟ واه. لا انا ما قلتش كده، ده ما بيشتغلش معايا، ده بيشتغل عندي. الشاي. مستعجل على الدفع ليه بس يا ام عبير؟ هاكلهم الاقساط اللي عليا. ايه يا سيد؟ رجع لها الفلوس يا سيد. ايه؟ خلاص بقى يا ام عبير، ما دام صاحب المال قمر ما تكسفهوش. ربنا يخليك يا ابني، بس ما دام فرجت لازم احط في عيني حصوه ملح. ملحك وصل يا حاجه، يمين بالله ما تدافع حاجه. عبير روح انت على نوره وانا هحصلك. ماشي يما. بس انا زعلان يا ام عبير، مش كنت انا اولى بعبير؟ اهدى يا سيد اهدى. عايزك في كلمتين يا كرم. تعالي. كتر خيرك يا ابني. عليا يا ام عبير. يا ابني هو انا عبيطه؟ انا عارفه ان انت اللي مدي الفلوس لعبير. ربنا هو اللي بيدي يا حاجه. امك الله يرحمها كانت دايما تقول لي خلي بالك من كرم، اتريك انت اللي مخلي بالك علينا. الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها. يا ام عبير في ايه؟ ليله عبير عندنا وهتبقى زي الفل. طمنا يا ام عبير. ربنا يخليك يا حبيبي، هو ده العشاء. السلام عليكم. سلام يا ام عبير. ايه البقين الحمضانين دول؟ صاحب محل ايه وفلوس ايه وبتاع؟ ياد محلي محلك هذا سيد. حبيبي يا كنك، ربنا يديم الاخوه. اقول لك على حاجه؟ هو جامد عبير. جامد. مش كده؟ شفت البت وهي بت؟ اهدى يا سيد اهدى اهدى، انا ساعه الصبحيه. اهدى خش جوه اهدى. ايه يا عم؟ اهدى انا ساعه الصبحيه.
حجة، أنا عمري ما عزت حاجة وما خدتها شيء. حق لي بنتك، حق ليها عشان أنا بحبها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. ده أنت مجيتك دي على راسي من فوق. يا رب. واه، أنت عارفة اللي سماكي نورة ده مكشوف عنه الحجاب، عشان أول ما جيتي نورت الدنيا دي كلها. طب اوعى خلقتي بدل ما ضلم لك دنيتك كلها. مالها الظلمة؟ ده ما احنا مع بعض تبقى ستر وغطى وحنينها قوي. اصل النور فضاح. مش هيبقى افضح مني لما الم عليك دلوقتي امة لا اله الا الله. اوعى كده. اللي جاب الجدع ده هنا؟ يعني مش عارفه يا بنت خالتي، جاي عشانك طبعا. لا وايه؟ ده جاب لامك عده تاتش، قال يعني هي بتفهم في العادي عشان تفهم في التاتش، بكره بقى تعمل فيس واتس. اختي انت رايقه انت كمان. دي مقابله تقابلي بيها الراجل؟ قومي يا بت. يما يما ده تاجر مخدرات، هيفضل طالع نازل علينا كده عشان يشبهنا؟ لا انا ما قلتلكيش، مش المحروس بتاعك يا اختي طلع بتاع مخدرات هو الاخر؟ كلام ايه اللي بتقولي ده يما؟ مجدي عن امي، هو اللي اكد لي ان كرم ده صبي من صبيانه. اه قولي كده بقى مجدي، اكيد جاي يقول كده عشان يوقع ما بيننا. بت ما ترفعليش حاجب وتنزلي التاني، كرم بتاعك ده عايزاكي تمسحيه من حياتك بقى السيكه. جاتك ست النيله، ده انت غاويه فقر زي اللي جابك. قومي يا بت يلا علشان نعمل طبيخ. حاضر يا خالتي. ايه اللي جابه هنا ده؟ يا كرم انا عارف ان الموضوع ده مش هيخلص على خير. ها يا كرم، صباح الفل. تعال اشرب حاجه. اشرب ايه بس يا عم فوده؟ ما كفايه اللي انا شاربه. ليه بس يا حبيبي مالك؟ يرضيك يا عم فوده؟ يرضيك الاقي مجدي خارج من البيت عندكم؟ هي دي اصول؟ هيخرج ولا يدخل انت مالك؟ يهمك ايه؟ ما دام البنت بتحبك انت قلقان من ايه بقى؟ قلقان من امها. مش سايباني في حالي يا عم فوده، روشاني. قول لها تحل عن سماها يا عم فوده. تحل عن سماك؟ مش لما اقدر اخليها تحل عن سماي انا الاول. معلش، ما هي تبقى في بقك وتهزم لغيرك. يلا. تقسيم ده على مين يا؟ عليك يا كرم ونزل ايدك بدل ما اعملها معاه. تعبان يا عايز قبلك ضروري. ماشي. ما تتأخرش عليا. ساعة وابقى عندك. سلام. سلام. كرم. أنت فينك ماله يا بنت؟ عمال أكلمك. إيه يا نورة في إيه؟ قلقتيني يا بنت. أنت بتشتغل في المخدرات يا كرم؟ مخدرات؟ مين يا بنت اللي قالك الكلام ده؟ مجدي اللي قال كده لامي. قول لي انه مش حقيقي، قول لي انه بيتبلى عليك. ما بشتغلش عند حد يا نوره. فوق يا بت، انا الكينج. هي دي اللي ضايقتك قوي؟ مش ده رد السؤال يا كرم، ما تلوعنيش. ببيع مخدرات ولا لا؟ انا لا ببيع ولا بشتري، انا بقول البضاعه دي اصلي ولا شمال، واخد اللي فيه الاسم وامشي على طول. هتصدق كده انت ما بتبيعش مخدرات خالص؟ ده انت طلعت كمان بتشتغل شغلانه شريفه. تفرق ايه عن مجدي يا كرم؟ لا افرق كتير يا نوره، انا لو بشتغل زي مجدي كان زمان معايا ملايين، الملايين اللي تخلي امك ترضى عني. مش مهم امي ترضى عني، مهم ربنا. استني بس يا بت، استني افهمك. مش عايزه افهم حاجه، مش عايزه افهم حاجه يا كرم. بنحيي كل الحبايب اللي حضروا وشرفوا ونوروا، حي كل الموجودين اللي جايين يباركوا لاحمد عبير، بنحيي ابو مريم، ابو مريم، ابو مريم، وادم ابو مريم، وحنيه ابو مريم، ابو مريم، ابو مريم. عقبال سلم ان شاء الله ابو مريم. واصل 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 المحل مجد الكبير واصل. سلام على طول السلام للمحل مجد مناحه كبير كبير يا ريس. نورت يا كبير، الكبير اهو، هو ده الكبير، الكبير، الكبير. تحية خاصة لأشرف الصاوي، حاتم الصاوي، رجب الصاوي، وكل عيلة الصاوي تمة، يعني سواقين بلدنا، يعني العجل الجاية،
يعني التاكسي الابيض في اسود، واللي على قديمه على قديمه، واللي على جديده الله يسهل له، والابو رباه احسن من ابوه سابله، ويا جبل ما يهزك ريح، ويا بحر ما يعكرك طوبه. وبقولها باعلى صوت، كرم الكينج لما يتكلم كله سكوت، ونعيش ونستمتع مع نجمنا محمد رشاد، وسمعنا احلى موال واحلى غنوه لقله الاصل. شايف الوقت فرد جناحاته كيف وعامل فيها صاحب واجب؟ شايف. وانت لو كنت تقدر تعمل اللي بيعمله ما كناش احتاجنا له واصل. يعني هتسيبه تجر راس بعد ما تجرأ ومد يده علينا؟ اكتم دلوك وسيب الليله دي تعدي على خير، ما تكونش محراك شر وكله بهوانه. الاصيل في الدنيا ليه مالوش مكان؟ اللي يخلص ليه ما بينكم بتباعوا؟ ليه حرمتم المحبه والحنان؟ واللي بيباعكم يا عالم تشتروه؟ اهل الكلام زادوا، اهل الوفاء قالوا، العمر زادوا غير اللي بيخلوا. اهل الكلام زادوا، اهل الوفاء قالوا، العمر زادوا غير اللي بيخلوا. يا طيب طيبوا، الجرح مش دايم، سيبوا الملام، سيبوا للقاسي واللئيم. احنا اللي نورنا شمع الهوى كله، واحنا اللي سهرنا الورد مع كله. سمينا ودينا الفرحة بايدينا، ويوم ما فضينا باعونا ما استنوا. اهل الكلام زادوا، اهل الوفاء قالوا، العمر زاد غير اللي بيخلوا. أفرح ولو ساعة، أفرح ولو ساعة، مليت أنا ونفسي بيا أنا تحسي. أهل الكلام زادوا، أهل الوفاء قالوا، العمر زادوا غير اللي بيخلوا. أهل الكلام زادوا، أهل الوفاء قالوا، العمر زادوا غير اللي بيخلوا. يا طيب طيبوا، الجرح مش دايم، سيبوا الملام، سيبوا للقاسي واللئيم. احنا اللي نورنا شمع الهوى كله، واحنا اللي سهرنا الورد مع كله. وان الكلام وصل لما تشوفني ما تحييش، اصل مش شايفك. عايز تشوفني دلوقتي؟
ايدك لتوحشك. ما يصحش، احنا فرح ناس غلابه، ما ينفعش نبوظه. تعال لي بره ديك لديك وانا اوريك. وا كرم شكله مش هيجيبها لبر مع مجدي. ما تخافيش بقى يا نورة، ان شاء الله ربنا يسترها. المفتاح. خلاص بقى يا عم كرم، ايه ده؟ خلينا نشوف هنتصرف ازاي. اهدى ليك عين تقول اهدى بعد ما خليتنا اهرب زي النسوان. يا عم الكتره تغلب الشجاعه، ولا كنت عايزني بقى اسيبك لما غلطت ما يخلصوا عليك؟ اموت دكر احسن ما اعيش جبان. يا عم جبان ايه؟ ما انت واخد حقك تلت ومتلت، معلم عليه ومعرقبه وفي قلب رجالته. في الاخر هربت يا سيد. هربت؟ هربت من القرطه مش من مجدي. علي. سيبني الواحدة يا سيد. لا يا عم انا هقف معاك. سيبني الواحدة يا سيد. طب انا هعمل شاي. هعمل لك. الدم اللي نازل من بره دي اقوى مني. دم النار اللي في قلبي. اتخيط في ايه يا مجدي؟ الجرح عمره ما يتلم. خليه يكده عشان يعرفوا الجرح اللي ما يموت شيء يقوي. انا مجدي المناعي اللي هيمنع عنيكم النفس. يمين بالله، يمين بالله، لا تتفتح قبور، ما تتكفل الا لما اخذ بتاري. لا يا عم مفيش الكلام ده، ما تخوتناش بقى هتفطر. بعمل لكم شويه طعميه ده سيد، هتاكلوا صوابعك ورا. انت هتقول لي على اكلك ادي عادل؟ يا عادل انت المفروض تفتح مطعم في ادخانها حته فيك يا بلد. حبيبي حبيبي عادل، امانه عليك وانت بتعمل الطعميه خفف العجينه، ها خليها رقيقه كده. عينيا حبيبي. بقول لك ارمشها اللي هو تشها وانتشها على طول. يا ده انا ملك النتش. حبيبي عادل هتقل عليك. لا بقى بيت اخوك اتفضل. حمصها اللي هو تشها وما تنتشهاش قوي، سيبها وبعدين انتشها. حاجة تاني طيب؟ حبيبي حبيبي يا سيد، اتفضل يا سيد اتفضل. وادي عادل ما تخليها بيض بالبسطرمة. بيض؟ طب يلا بقى من هنا بقى. يلا يلا. خرب بيت هزارك.
وادي عادل. يا دي النيله انا على الام ده قرص طعميه. تعال اعمله انت يا عم. طعميه ايه؟ البنت نوره جت. اللي موقفك لوحدك؟ جيت هنا ازاي؟ توك توك اللي جابك هو اللي جابني، واديني اهو قدامك جايلك بشنطة هدومي. مش يلا بقى. الله على فينا نورة. نتجوز، نتجوز ونهرب من كل ده. نهرب؟ يا خسارة. أقرب اتنين ليا مش فاهميني. نهرب نهرب، إذا كان أنت ولا سيد. لحد امتى هفضل هربانه ومش عارف اواجه الدنيا؟ كرم، الهروب من المشاكل نص حلها. قصدك الهروب نص الجدعنه؟ انا بقى ما املاش عيني النص ده. يا اخي افهم بقى، انا تعبت قوي عشان اعرف اجي لك دلوقتي. دي اخر فرصه لينا يا كرم، اخر فرصه عشان نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. نعيش حياتنا؟ قصدك ندفن بالحياه يا نوره؟ افرض ان سمعت كلامك واتجوزنا وربنا كرمنا وخلفنا حته بيت، تقبل يا نوره؟ تقبلي تهرب مع حبيبها وتحط راسنا في التراب؟ اه قابل، واساعدها كمان، اساعدها عشان تعيش حياتها مع حبيبها اللي اختارته. انا مش طماعه زي يوم يا كرم. ده كلام بيتقال في الوسع، انما انا بقى ليه ما اقبلوش على نفسي ما اقبلوش على الناس؟ يعني ايه؟ يعني ابوك راجل غلبان، الدنيا حاطه عليه بزياده. سيبيه يا نوره، سيبيه يعيش اليومين اللي فاضل له وراسه مرفوعه. استنى يا بت، يا بت انا بحبك، انا نفسي اخدك في حضني ما اطلعكش منه ابدا، ربنا وحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. انا بحبك يا بت، بس انا طالبه مني ده صعب قوي يا نوره، صعب قوي. ده غير كلامك؟ غير كلامك يا كرم؟ غصب عني يا نوره، غصب عني. بتهربي يا بت؟ بتهربي مني؟ وكمان رايحه وشطت هدومك؟ اهو ما عبركيش وخلاكي ما تسويش ورقه صودا واسخف في الدوق زباله. بتبصي لي؟ مش عاجبك كلامي؟ مش عاجبك كلامي؟ انا هوريك، انا هوريك. ما دام انت ما لقيتيش حد يربيكي، انت ما لقيتيش حد يربيكي. غريبة، مع انك لسه طاردها من شوية، ما طبيعي ما تردش يا بني ادم. معلش اهدي بقى، اهو كرم عمال يتصل يجي رابع مرة اهو. خدي بقى رد عليه. طمني طب عليك بردك يا نورة. ايه نورة؟ ايوه يا كرم، انا ميسة. ايه ميسة؟ نورة ما بتردش عليها ليه يا ميسة؟ معلش يا كرم، اصل خالتي قفش عليها. قول يا كرم عايز يكلمك. بص يا كرم، هبقى اخليها اكلمك بعدين يا اخويا. يا كرم عايز انزل الحاره يا سيد. وهنعمل ايه في الحاره دلوقتي؟ عايز اشوف نور يا سيد، عايز اشوفها. رجوعك الحاره خطر دلوقتي حتى لو كان ايه. طب ننزل المحل نجيب القرشين اللي احنا مكمرينهم. نزلنا الحاره يا سيد. لا اله الا الله. طب وانت عايز القرشين في ايه؟ احنا مش هنقضيها ولا عادي، ده انا حتى لابس هدومك يا اخي. انت جاي تغلط فيا ولا ايه يا جدع انت؟ يا كرم ده انت خيرك سابق، وبعدين اديني فرصه رد جميل من جمايلك يا اخي. تعبيط يا عادل ولا ايه؟ تعبيط؟ هو في منك الكلام ده؟ طب ما تقول لنفسك يا اخي، البيت ده بيتك انت وسيد، ولو في حد غريب يا اخي يبقى انا. رجوله يا دوله، عارف ان ميتك ذهب، رجوله ومجدع. طب دلوقتي في حاجه مهمه، هو ولابس هدومك، انا هلبس ايه؟ طب نتكلم جد بقى، عشان نفضل قاعدين كده زي العجينه هتدلق، وانت تنزل تشتغل وترجع تصرف علينا زي جوز الاثنين؟ اذا كان على الشغل بسيط عرب، النهارده كنوا شغالين معايا. جوه البار؟ جوه البار. متعرش.
يا انا من سنين ما شفتكش بتشرب حشيش يا كرم. دول سيجارتين كنت مشمعهم من الزمن الجميل. مش القصد، السيجاره دي ما بتولعش غير لما بتبقى معبي من الدنيا واللي فيها. في قرف اكتر من اللي انا فيه يا سيد. ليه بس؟ مالنا يا عم؟ ما احنا بقالنا شهرين ثلاثه اهو، فضل ونعمه وعالي العال كمان. مالك يا كينج في ايه؟ مش عارف يا سيد، افتكر نفسي زمان لما خدت لقب الكينج الدنيا بدات تلغيني، كنت بشوف نفسي قدام في واحد تاني خالص، حد من الناس اللي فوق اللي بشوف كل حاجه حواليهم صغيره، حتى المشاكل عندهم صغيره، عشان هم عارفين لما يحطوا ايدهم في جيبهم كل حاجه هتتحل. لما ابص على حالي دلوقتي يا سيد استغرب، قول ايه اللي حصل؟ انا بقيت كده ازاي؟ وصلت له عشان مش عايز تمشي عكسك انت. لا يا سيد، بقيت كده عشان ما فهمتش كامل معلم فهيم الخلعي، الراجل اللي علمني الصنعه. قال لي ها هتعمل ايه بعد اللي علمتهولك؟ هتشتغل ولا هتعمل فلوس؟ قلت له ايه الفرق؟ ما دي بتجيب دي. قال لي الفرق كبير، اذا كان على الشغل، الشغل كتير، مش كل اللي بيشقوا معاهم فلوس، الفلوس مع اللي ما بيشقوش. فهمت كلامه دلوقتي يا سيد؟ فهمت كلامه. عمرها ما تتحسب بالشقة. فهمت كلامي يا سيد؟ أنا اللي فاهمه حاجة واحدة بس، إن أنا وأنت نفضل صحاب طول العمر يا كينج. بيه بس يا سيد. كرم! أهاني باشا! كرم! اتفضل يا باشا! موجودة يا باشا. مفتاح العربية. اتفضل يا باشا. ايه الريحة الحلوة دي؟ دي ريحتك يا باشا. طالما ريحتي معاك منها؟ معايا يا باشا. اتفضل. ده أنت جاهز بقى. وإذا ما كنتش جاهز أجهز لي معاليك. خد يا كرم. آخد إيه يا باشا؟ أنت بتشتمني ولا إيه؟ كرم. بتشتمني يا باشا؟ يا باشا أنا عامل ده كله بالحب. بالحب؟ بالحب. بالحب يا باشا، روح وبسط يا باشا، شهيص يا باشا، طير يا باشا، طير يا باشا. ما تشرب القهوة يا مجدي. يوه، ما شربتش القهوة ليه؟ أنا مش عايز قهوة، أنا عايز شربات وتقولي لي مبروك يا منوري. ما أنا قلت لك قبل كده واديتك كلمة وأنت عارف كلمتي، فيها إيه بقى لما تتك على الصبر شوية؟ أنا موت وسمي اللي لوعني، ولو بنتك فضلت على الحال ده أنا هيبقى لي معاكم تصرف تاني. تصرف تاني؟ كلام إيه اللي بتقوله ده يا مجدي؟ اسمعي يا حجة، بحر الأذية واسع وموجه عالي، الزيارة الجاية أنا عايز أسمع من أول الشارع لي 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 زغروتها دي عايز أجي وأخد عروستي عشان تنقي شبكتي اللي على عجب عيني. بطل عليا الطلاق بطل يا كرم. انت مش هترجع غير لما النسوان دي تشبشب لك. يا عم بس هي تيجي النسوان ويعملوا اللي هم عايزينه اهو، بس ييجوا. تعرف يا كرم ايه اللي مجنني؟ حاجه واحده بس، ان النسوان دي بتلبس كده في الشارع، امال في بيتهم بيلبسوا ايه؟ جوانتيات على اللحم. اسكت. ربع اللي فضل في نفاقك هيطير. انا مسافه السكه هكون عند سيادتك. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. انا كل يهمني زعل حاجه يا باشا. امان الله يا باشا. حاجتك يا باشا. هنعمل ايه يا عم كرم؟ الناس دي قطتها جمل. بلا قطه بلا جمل، لما ارجع نديهم له. امسك حسب كرم. بتجري ليه يا ولد؟ مؤاخذه يا باشا، الحياه لحظه. تعال اركن العربيه. حاضر. ايه يا كرم؟
ايه يا كرم الحته اللي انت اديتاني امبارح دي؟ عجبتك يا باشا؟ عجبتني ايه؟ دي عملت معايا شغل عنب. طب تمام، انا لازم اكافئك زي ما انت كافئتني يا باشا. مفيش داعي يا باشا. مفيش داعي ايه؟ تعالى بس تعالى يا باشا. مفيش داعي والله. انت عارف النهارده ايه؟ النهارده خميس. غلط، النهارده الهالوين. هيروين ايه يا باشا؟ انت عايز تحبسنا؟ وايه ايه هيروين ايه؟ بقول لك الهالوين. تعالى بس تعالى تعالى. جاي لك يا باشا، جاي لك. سيد خد يا رايح فين؟ تحت جوه. خدني معاك. اوعى يا كرم. اهلا يا حبيبي. زي ما عليك. اهلا يا حبيبي، خلصنا. هات لي كراميلا ازاز ويسكي، انت هتشرب معايا النهارده. اجيب لي مين ايه؟ عينيا. حاضر حاضر حبيبي. خلاص يا باشا، بس الثاني فهمني غلط، يعني انا هوائي مش مائي. مش مشكلتي، هوائي مائي ان شاء الله تكون بتطير. يلا غرف السين. لا يا ترى تضحك. انا شفتك قبل كده. اه انت سايس العربيات؟ انا سايس التخييم واخلي الصول بيمين. سكت. النوع اللي بيعجبني. تعالى بقى رقص. ترقص عادي كده؟ اه عادي. فيها ايه؟ ايوه بس الرقص ده فيه احتكاك. عادي؟ محتاج يعني. تعالى تعالى، بلاش كلام فاضي. مؤاخذة، هن خد على يا ولا ايه؟ هن دي هن يا باشا. هن يا باشا. ايوه علي صوتك شويه، انا مش سامعك. لا يا روحي، انا اللي معايا يا دوب بيقضيني. طيب طيب طيب، انا هتصرف انا هتصرف. يلا سلام سلام. كراميلا كراميلا، سيبني يا هون في المدعكه اللي انا فيها دي. تعالى يا كراميلا. سيبني يا هون. حبيب بقول لك ايه؟ معاك صباع زي اللي انت اديتوني امبارح؟ معايا توأمه. توأمها؟ بجد؟ يا هن. اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو كراميلا. طب بص، انا هبعتك عند واحد صاحبي في مكان اسمه ليديز. عارف ليديز يعني ايه؟ معرفش يا باشا. يعني نسوان. اكتر من كده يا باشا. اكتر من كده يا باشا. اسود يا باشا. خد حلالك. خيرك سابق يا هن. اوعى تقول كده. انت عملت معايا واجب وانا لازم اردهولك. انت حبيبي اي لاف يو ابيض من جوه، انما مطرب شويه من برا، بس انا هدفك. العب يا هول. العب يا هول. اخربها يا هول. اخربها يا هول. الهول 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 الهول. يا ابني فين ام ازازه الويسكي بتاعتي؟ باشا انا وصلت لز يا باشا، وصلت لز. اسمه ايه بقى اللي انا رايح له؟ تامر بيه وهب. ماشي يا باشا ماشي. سلام. يلي انت ملكش
ثانية أنا مش هبعد عنك لو يعمل ويغ أفضل جنبك ما أنت اللي طلعت بيه اتمنى ان القصه تكون عجبتك يا برنس اخر حلاوه زي القمر تمام عسل يا حبيبي تامر بيوعدك فين لا تامر بيه طالما ما جاش لحد دلوقتي ما مش جاي مش جاي طب استاذن انا بقى يا استاذ مش في 500 جنيه منين متشارج حساب الترابيزه شارشت يا دي ام الشارش اللي انتوا مش حافظين غيره تشارشت تشارشت تشارش ايه 500 جنيه دول يا بيت من المطرب اللي انت شفته والرقاصه اللي انت شفتها بعينيك دول اخر حلاوه انا مش هكدب عليك اخر حلاوه مطرب اصيل رقاصه على البيكو عايزك تبلغها رساله عن لساني من عيني تروح انت ما عايزش حد تاني قول لها انت عندك هنا مفرطه قول لها انت بس كده وهي هتتبسط يلا سلام هو انا مش قايل لك بره ان في 500 جنيه على العموم ال 500 جنيه دي هتدفع يعني هتدفع ايه يا جدع في ايه وانت عاويه ولا ايه مالك اطرش جايب لي ب 2 جنيه زداني وشروه فاكهه وتقول لي 500 جنيه شرشر يا عم انت مجنون هو نظامنا كده نظامكم كده يا ده عبالك في وشك يلا جو هات الواد ده جوه قدامي هو ايه اللي جوه ولا بره اوعي ايدك يا عم انت اوعي ايه ده اوعى انت بقى مش عايز تدفع الفلوس ليه يا ابني فلوس ايه اللي عايز ادفعها يا باشا وانا طفحت حاجه يا جدعان بعدين يا باشا الفلوس موجوده انا فايس ونزل بس ما احبش حد يستلطخني خلص وقت من الاخر حكايتك ايه بالظبط لا حكايه ولا روايه يا باشا انا كنت جاي هنا اجيب مصلحه لواحد هنا وفي الاخر جيت ما لقيتوش ايه دي كل التفنيطه طب قول لي بقى انت صاحب مزاج ولا ديلر لا دي ولا دي يا باشا المزاج بيذل صاحبه وانا ما بحبش اتذل والتجارة آخرها كلابوش وأنا بحب عيشة الحرية لكن ما فيش مانع يا باشا من حين لحين الواحد يدوق يضرب له نفسين ما هو طباخ السم بيدوها يا باشا وانت باز من نبي حرزك وزينك طباخ؟ لا يا باشا فصاص أمسك لك الحتة من دول أفصصها لك وأجيب لك تفاصيل ملامحها أنت؟ تسألش بقى يا باشا اللي قدامك ده خلاصة الخلاصة في زمن جفت فيه المواهب ماشي يا أم كلثوم فصص لنا الحتتين دول ده سنجلاب وده حنجلاب تمام وعلى كده بقى عارف الفرق بينهم ده حشيش وده حسيس طب فصص لنا بقى حتة الحشيش دي مطبوخة عند المعلم بتشان في السبتية خامها زيادة جوزتها منه فيه بس متكميكة بسبراكس طبها 5000 للقماشة طب والحسيس السلام يا باشا السلام يا باشا على الحسيس طبها 7000 للقماشة هي طبها كده ومش خسارة فيها يا باشا انت مين اللي علمك الحاجات دي ياض اسم الكينج يا باشا اللي علمنا الله يرحمه ويحسن إليه بقى عم فهيم الخلع ضرب الحبالة في القلعة كان طباخ صنفي ما فيش اخوه هو اللي اداني سر الصنعة كان بيحبني كان دايما يقول لي اوعى تتكيف ولا تخلي الكيف يركبك انت قلت لي اسمك ايه الكينج كرم الكينج
انا لو ما لقيتوش هروح في 60,000 ده يا عصام. انت عارف الملف ده بتاع مين؟ ده بتاع خالد باشا العزيزي، يعني قرصته والقبر. حاجه غريبه فعلا، لا موجود في الشقه ولا موجود في مكتب حضرتك، هيكون راح فين يعني؟ انا نزلت من هنا على المكتب، رحت دفعت فاتوره الموبايل وبعدين طلعت على البار. البار لا انا مش طالعه. بردك يا نورة مش هتطلعي؟ مش عارفه يعني انت تجيبيني وتشحططيني كل ده هوت وبعد كده تقولي مش هطلع؟ يا دي النيله، ده احنا خرجنا من الحرب العافيه. هي اخر كلام؟ لا مش طالعه مش طالعه. يلا بينا. معود لي يدي ورا ويدي قدام، اوعاك يكونوا زغوا منك تاني. عيب يا ريس، انا قلت لك ان انا مش راجع غير وانا جايب لك قرارهم. اكتم في الكلام وهات المفيد وخلصني. الهانم وبنت خالتها كانوا قصاد بدعاه للقاضي، فاكره؟ الا فاكره. هو حد ينسى عشره زمان؟ ده انا توحشته قوي الدلدول دي. الدلو تحت واستنوني. اوامرك يا ريس. العيال فين يا طه؟ يمكن بره وترجعهم على وصول يا ريس. لو ما جوش هي انا هشرب من دمك ولا اقول لك لا؟ اصل دمك زفر، انا هسيحه بس. الله، وانا مالي يا ريس؟ انا قلت اللي اعرفه بس. قلت ايه؟ قلت انهم هنا. قلت يا مرحب بالناس الزينه، يا مرحب بالناس الزينه. ايه الخط والرازع ده؟ تعال يا حاج. قول لي يا حاج، احنا قاصدينك في خدمه. اصل احنا اصحاب عادل وكنا عايزين نعرف مكانه فين. ما بقالهم فتره مش ظاهرين. بس انتوا ممكن تروحوا لهم البار اللي بيشتغل فيه عادل. لا حول ولا قوه الا بالله، عادل اللي بيشتغل في بار. طب انت تعرف مكان البار ده فين؟ اعرف. انا قلت كده. انزل ابص لك عليه جوا. اخبار البوزه زحني؟ كله تمام يا باشا وحلوين. كله حلو. سلموا عليك يا باشا. بص، انت تعرف حد هنا اسمه كرم؟ اه يا باشا اعرفه. ده صاحبي قوي. هو فين؟ لا ده ساب الشغل بقاله فتره يا باشا. ايه؟ الهش بالطيب نصيب. ليه؟ ليه؟ ده انا عامل له سبرايز، ده انا عامل له فجاه. يا باشا عيد ميلاده النهارده. بص خد دول. ايه ده يا باشا ده؟ خد يا مرحب بالناس الزينه، يا مرحب بالناس الزينه. لو شفته دي نمرتي 5 4. كلمني كلمني، ما تقولوش اي حاجه. من هنا يا باشا. كرم هنا. حاضر. يا مرحب بالناس الزينه. طمر يا باشا. بص بص ايه الدماغ دي؟ اي بص وانا باصص. انت يلا تعال. لا يا باشا بسرعة. عمر يا باشا. جرب فين؟ لا ما اعرفش عنه حاجه يا باشا. معاك نمرته؟ لا يا باشا معيش نمرته خالص. هو ايه القصه يا باشا؟ في ايه؟ هو ايه اللي فيه؟ لا يا باشا مش القصد، بس كان لسه في ناس حالا بتسال عليه حالا يعني. ناس؟ Thank you.
كده عادي. اللهم صل عليا النعمه لايق عليك المرياسه كده. حلو حلو ده سيد يا استمر يا علاء. ولسه بدات تنفع. بس انا كل اللي قلقني نظرات الجدع اللي اسمه جوده. ما هو معذوره دولا، احنا خدنا ليله منه، الليله كلها بمحتوياتها. حط عينيك في وسط راسك وجرب، خد بالك من نفسك يا صاحبي. بلاش يا دولا، يلا بقى انتشروا. كرم هو انتشر انا اعمل ايه؟ انت مليط. ايه؟ مليط. سحر سحر حتى اتعرفت سحر. ايه بقى؟ ايه الكلام؟ هو انا كلمتك ولا ايه تمحيك؟ انت ما اتكلمتيش بس عينيك اولا. للدرجه دي عينيا فاتحه؟ بص في المرايه وانت تعرف من غير ما ابص. عندك ايه بعد الشغل؟ ها؟ بعد الشغل؟ عندي مشوار كده في السريع، ده يعرف. اما تاخد العربيه هي في الباركينج ما بتعملش حاجه. العربيه في الباركينج ما بتعملش حاجه. وانت ما بتعملش حاجه. بقول لك ايه؟ انا اروح المشوار ده على السريع كده ونروح البيت ونحل الموضوع ده مع بعض. ماشي؟ يلا. انا ساق سليم وطريقي سالك ما فيهوش اي دواير. لما انت ساق سليم وطريقك ما فيهوش اي دواير، ايه اللي يخليك تشتغل مع انتصار؟ تفاؤل بالاسم يا باشا، ربنا يجعل ايامنا كلها انتصار. تعتسيع يا لا سيع وحد سمع الحكومه يا باشا؟ ده انتوا الكحه في اول صفكم بتسمع في اخره. كويس بقى انك عارف. تعالى دغري وقصر عشان احبك يا كرم. ربنا يا باشا يحبب فيك خلقه. اقعد يا كينج. هو كده الكلام؟ مش هما بيقولوا لك كده برضو؟ انت عارف كل حاجه اهو يا باشا، امرني. شوف بقى، انا مستجدعك وعايزك تشتغل معايا وتبقى واحد من رجالتي. مش انت تحب تشتغل مع الحكومه برضو؟ وحد يكره يا باشا؟ بس لو انا عندي حاجه تفيد الحكومه هقدمها لكم طبعا. يعني انت ما تعرفش ان انتصار بيتاجر في المخدرات؟ تاجر مخدرات؟ يا باشا انا تمام الصلاه وبس، اكتر من كده نظارتي سودا ومش جايبه. ماشي يا كرم، بس لو نظارتك السودا دي جابت حاجه في يوم من الايام تبقى بلغ. ربنا سهل يا باشا ويحميك من شر ولاد الشر. امشي يا كرم. بالاذن يا باشا. اه وردة تعالي. ايه يا عم التأخير ده كله؟ بقول لك ايه، ولا كلمة، انا واقع من الجوع. وانا كمان. يلا بقى. يلا. طب ما بقول لك ايه، اتحرك. ما تيجي نجيب عشا من جوه. امال ايه اللي قدامنا ده؟ ده عشا برضو بس خليك خفيفة سيد يعني. يلا بينا. يلا. يلا يا خفيف. على فكرة يا كرم، أنا زبالة إن أنا استنيتك عشان كنت هموت من الجوع. ناكل مع بعض الأمة بقى. كرم، أنا ممكن أقعد معاك أنت ووردة يعني؟ والله ما هعمل حاجة، هتفرج بس. إيه ده يا سيد؟ إيه ده؟ خش جوه يا حبيبي، يلا. يلا يا حبيبي. ماشي. يلا. ماشي. حلوة أوي الشقة ومحندعة. محندعة على الآخر. محندعة خالص. إحنا لسه واخدين إيجار جديد. هو سيد وعادل عايشين هنا معاك؟ عايشين معايا للأسف. هنعمل ايه بقى؟ للاسف. بس انت يعني بتسالي ليه؟ عشان اخد راحتي. لا خدي بس مش قوي عشان انا ماليش في الشمال. امال انا جايه هنا ليه؟ امال انا جايه هنا ليه؟ ده ايه الوضوح اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه؟ انت طلبت تيجي وانا ما بحبش اكسف ضيوفي. اوعى تخليني اشك فيك وتكون. اوعى تشك لحظه. انا تمام. تمام جدا. بس انا بقى شغل النسوان ده ما ياكلش معايا. انا موافق. نبقى اصحاب مجدع، اكتر من كده مش بتاعك، بتاع صاحب نصيبها. انت غريب قوي. انا مش غريب، ده انا فقري
والله فاري، بس اعمل ايه؟ انا كده بحب اتحكم في نفسي، مش نفسي اللي تتحكم فيا. اقعد يا ورده عشان انا على اخري والله، وربنا وحده اللي يعلم. اقعدي اقعد يا ورده، روحي. أنا كنت حالفة ما ردش عليك تاني، لكن قلبي ما طوعنيش. أنا عارف إن أنا مش هون عليكي، عارف يا بت. أنت أغلى حاجة عندي في دنيتي دي. لو كنت فعلاً أغلى حاجة عندك يا كرم، ما كنتش نزلتني من عندك وتمعتي على خدتي. سلامة خدك من الدموع يا نورة، غصب عنها يا نورة. طب والله ما كان ينفع. وبعدين عايز أقولك على حاجة، بكرة اللي جاي بتاعنا يا بت. امتى بقى بكره؟ ده اللي مش عايز يجي. جاي يا نورة، بكره جاي ان شاء الله، وشايل معاه كل اللي بنحلم بيه كمان. كرم انا عايز اشوفه. خدتيها من على طرف لساني، انا كمان عايز اشوفك. عشان يا نورة عامله ايه يا بنت وانت لوحدك كده؟ ما تقلقش عليا، ارميت راجل. عارف انا عارف، متاكد كمان عارف. وانت كمان، وانت كمان. ماشي يا نور، سلام. شكلك بتلعب على كبير قوي. اشمعنى؟ ليه بتقولي كده؟ مش انا اللي بقول، الملف اللي بيقول. حاضر حاضر يا باشا، والله ثانيه واحده. حاضر حاضر، بص اهو اعلان باشا بتاع البار. احمد باشا يا باشا، بالراحه علينا يا باشا. انت اللي جريب بالعربيه يا باشا، والله العظيم ندهت عليك يا باشا. شوف هتبقى فين واجيب لك الملف لحد عندك. اه يا باشا عارفه. ماشي يا باشا، مع السلامة. سلامة يا باشا. صاحب الملف دي ممكن تبقى خبطة عمرك. هو في ايه؟ محدش عارف في ايه، بس اكيد هنعرف. تمام يا باشا، الملف انا لقيته. يا فرحتي، بقى الملف ده مش هيعدي بسهولة كده يا عماد. انا هيبقى لي معاك موقف وحساب كبير. تحت امر معاليك، بس ارجوك اديني فرصه اخيره عشان اعرف اكسب فيها ثقه حضرتك تاني. فرصتك انت اخدتها يا حبيبي، وبعدين اضمن منين ان اللي خد الملف ده مش هيعمل منه نسخه تانيه؟ لا 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 يا فندم، استحاله يعمل منه اي نسخه، لانه لو عارف اللي جوه الملف كان اكيد سألنا على فلوس. هو ما طلبش مني اي حاجه. ده مظهرك برقبتي يا باشا. رقبتك هي شكلها كده يا عماد. رجولة يا كرم، ولعلمك بقى الحكاية دي هتتقل عيارك عندي قوي. وانا كمان يا كرم هبتدي ابصلك بنظرة تانية. ايوه بقى، سأسعيلها بقى، سأسعي شوية. لا مؤاخذة هتتصرف بإيه؟ أصل الست سالي عمرها ما نسمت علينا نسمة طيبة. سيبك من سالي دلوقتي وخليك معايا أنا. ناوي تعمل إيه مع الظابط ده؟ أعمل إيه يعني يا باشا؟ فيها كبير، وأنا أقعد الإيد اتمديت لي يعني ولا إيه؟ معقولة؟ بس مؤاخذة يعني يا باشا، ما تشوفه عايز إيه ولغيه، ولا تعرف ديته اقتله. انت فاكر ان حاجه زي دي تفوت علينا؟ عرضنا عليه بدل المليون 10، انما واضح ان الضابط ده لا بياكل ولا بيمد ايده. ابن ناس بقى، وداخل الشرطه عشان بيحبها. حبها عموما يا باشا، من ناحيتي انا اطمن، انا ارقص العفريت، ارقصه بالاذن يا باشا. الظاهر ان كلامك في كرم طلع صح. طبعا لازم يطلع صح عشان تعرفي نظرتي للناس. عيب على السنين اللي انا عشتها دي كلها.
مش عايز اقول نفس الكلام. اللمبات دي ما اتغيرتش ليه؟ الفرش تيجي من لندن قبل الساعه 5. الايس ميكر بيسرب من امبارح. مش عايز اقول نفس الكلام برضو. ايه كل اللي قلت عليه اعتبره حصل. ما تقلقش يا كينج، قبل الساعه 5. امسك شاهل شويه. كرم وحشتني قوي. يا ريتني زيك اعرف الاقي الكلمه اللي تعبر عن اللي جوايا، تلخص كل اللي حاسه من غير ما اقوله. مش محتاج تتكلم يا كرم، انا الوحيده اللي حاسه بيك. حاسه بيا وحاسه باللي جوايا، ماشي، بس مش عايشاه. لو عشتيه هتعرف يعني ايه ابقى شايفك في كل تفصيله في حياتي وانت مش معايا. لو عشتيه هتعرف يعني ايه اجي لحد الغلط واقف، رغم اني بشر وليا طاقه وممكن اغلط، بس ما بعملش حاجه، ما بغلطش عشانك. وده اللي بيخليني اسال نفسي نفس السؤال، اشمعنى انت اللي بيحصل معاها كل ده رغم كل الوشوش اللي بشوفها؟ عارفه ليه؟ عشان انت الحاجه الوحيده الصح في حياتي. انت بس يا نورا. الناس يا كرم. معلش نسيت نفسي. اليوم يحضروا لنا فطور ملوكي، انما ايه هيعجبك. لا انا مش عايزه اقعد معاك هنا، انا عايزه امشي من هنا يا كرم. حاضر هغير هدومي واجي لك على طول. تعرفي يا بنت انك حلاوتك اكتر من الاول. ما انا طول عمري حلوه. هتفضل تبحلق كده كتير؟ جاي تاكل ولا جاي تعاكس؟ الاثنين. الاكل اخره شبع. انما انت يا نوره ما تشبعش منك. وانا كمان يا كرم. والنعم عمري ما شبعت منك. وحشتني قوي. بس انا بقى زعلانه منك. ليه بس؟ عشان مش عارفه ازاي قدرت تعيش من غيري الايام اللي عدت دي كلها. ما كنتش عايش يا بنت. ما كنتش عايش يا نوره. بس اعمل ايه؟ ظروف اتحطينا فيها. بس انا عايز اطمنك، خلاص هنتجوز ونعيش مع بعض على طول يا بنت. بجد؟ ازاي؟ هو اللي بس ازاي؟ مش امك كانت عايزه تجوزك اللي معاه فلوس اكتر؟ اهو خلاص يا نوره، فلوس جايه بالزوفة يا بنت. المخدرات؟ المخدرات دي خلاص سكه وانتهينا منها يا نوره. يبقى من الكباريه؟ فيها نوره، وانت عينك مش شايفاني غير الشمال ولا ايه؟ موضوع الفلوس ده طول شرحه، هبقى افطمك بعدين. الفلوس دي يا بنت هتحل كل مشاكلنا. خلاص يا بنت هانت. كلي يا نوره كلي. ده انا جايب لك كلاب ساندوتش. والله العظيم. والله العظيم هم قالوا لي كده، كلاب ساندوتش. نوره فين يا حاجه؟ راحت يا اخويا عند كوثر صاحبتها، اصلها عيانه شويه. يا حبيبتي كوثر هو حبيب القلب، سميتوه كوثر. عارفه الاسم دي لايق عليه قوي. ايه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ ايه انت هتعمليهم عليا ولا ايه يا مرا؟ الكلام ده ما بقاش شغل معايا واصل. عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، فيه ايه؟ انت هتعلمي العيب ولا ايه؟ طب بقول لك ايه بقى يا روح امك، كل شيء بيجي بالخناقه الا يا حبيب الجواز.
بيجي بالاتفاق. لا، المثل ده كان زمان، دلوقتي انا غيرته. كل حاجه بالخناق، حتى المحبه والاشتياق. وبنتك دي مش هتتجوز واصل لا انا ولا غيري، وهخليها زي بيت الوقف. فاهمه ولا لا؟ مساء الفل يا باشا. الملف فين؟ ملف ايه؟ الله، هو كان لعب عيال ولا ايه؟ كرم خلص، انا مش فضيلك. ولا انا كمان فضيلك يا باشا. انت عارف يا ابني انت بتلعب مع مين؟ والله العظيم شكلك مش مدرك. مدرك؟ حلوة مدرك ده يا باشا، ما بين الشاري والبيع يفتح الله. ماشي، هديك 10,000 جنيه، بس تحط لسانك في بقك وتخرس خالص. 10,000 جنيه. العشرة آلاف جنيه دول يا باشا تحطهم لمؤاخذة ولا بلاش؟ خلينا احنا محترمين. انت عبيط يا ابني. ايه ده؟ من غير غلط يا باشا، الخلاصة أنا عايز 3 مليون. 3 إيه؟ طب بذمتك أنت تعرف تعدهم؟ لو ما عرفتش أعد أبقى أجيب مكنة عد. القعدة دي مش جايبة همها. سلام يا باشا. استنى يا كرم. هديك اللي أنت عايزه. بس إديني فرصة أنا كمان أدبر المبلغ. وأنت كمان تشتري المكنة. خد وقتك يا باشا. خد وقتك على الآخر. الدنيا ما طارتش. سلام يا باشا. انا جيت لك النهارده عشان عارف ان احنا الاثنين مصلحتنا واحده يا نجم. انا ما صدقتش نفسي وانت بتكلمني، اصلي ده كرم غالي قوي 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 عندي هنا في قلبي. انا الواد ما يخصنيش، الفلوس هي اللي تخصني. وانا الفلوس ما تخصنيش، انا عايز الواد، اصلا بحب التخصص قوي. مش قلت لك ان احنا الاثنين مصلحتنا واحده؟ انا في الخدمه، اي حاجه تعوزها اكون موجود. شكلك راجل مجد يا مجد، محتاجك في حاجات تانيه كتير. انا عايز اعرف هو الواد ده فين؟ شغال مدير صاله في كباري ليدز. واه. عند انتصار العشماوي. يا مرحب بالناس الزينه. ايه تعرفه؟ ايوه، بس انا كده لازم اصطاده بعيد عني. هي ماشي، بس انا مش عايزك تعمل اي خطوه غير لما ابقى الملف معايا، ساعتها هعمل ما بدانا. انا عايز اسالك يا باشا. قول. انت عرفت طريق ازاي؟ الورقه دي. هي ديت؟ يا مرحب بالناس الزينة. وانت زعلت وشي. امسك انفخ. ولع كبير. اسمك ايه؟ صبري القتيل. صبري القتيل. اه. صبري القتيل. ما باين شكلك غلوبه وشقوتك على ما تفرج. قليل الحيله يضحي بين من عيونه عشان يعيش. قله الحيله للنسوان مش للرجاله. وقله المكسب تخلي ادخل راجل لمؤاخذه اقل من المراه. ايدك مجيره وضوافرك ساكنه المونه، شكلك صنايعي في طائفه المعمار. كلك نظر، اخوك مبيض محاره والليل شغال على تاكسي، بس ايه الشغل قافش
والجنيه اللي بيجي الجيب ما بيعمرش. ومين اللي عمر جيبك ورماك في سكتي؟ جوك كبريهاتي مس عليا ب 500 عشان يخلص مني. انت منين يالا؟ عزبة ابو ورد. هاي والله زمان عزبة ابو ورد. اسال عليا انور الفلاح وبديع الليونه، هتقول لك مين هو كرم الكينج. من غير ما اسال يا كينج، بصماتك طرفت عيني. ماشي امسك. يلا ببركتهم. خلي دول معاك، لملم بيهم جراحك، واول ما وشك يلم تعالى لي الكبريه اشغلك. تسلم يا كبير. انتم برافو عليك يا كرم، انت دلوقتي بقيت في شغل الصاله 10 على 10. هو انت شفت حاجه يا كبير؟ ده في خيال عالي جاي، بس انت كفيني شغل. انتصار بيه مبسوط منك قوي يا كرم، بيقول في حاجه كلام ما سمعتوش قاله عن حد قبل كده. القلوب عند بعضها يا ست سالي، وانتصار بيه بيقدر الناس بمقاديرها. ده كل اللي عليك انك تشتغل معايا وهيبقى لك مستقبل، مستقبل كبير قوي. يا باشا يا باشا، انا عامل زي عقرب الساعه 24 ساعه داير، كفيني شغل. بليز ده باشا. كنت فاكراك هتقوله على ورده اللي نايمه قايمه عنده. ملناش فيه. اللي يحصل بره الكباريه سالي يبقى ملناش فيه. داكور. هروح ابص بس على الصاله. روحي. مالنا احنا قايمه نايمه عنده ولا واكله شربه معايا؟ مال. هو انت كنت مستني ورده في اوضتها؟ انت ماسكه طرف خيطي بقى. واحنا عاجبينه مخيشين في الدماغ ولا ايه؟ انت شكلك رمرم وبتحب الرمرم. اللي ما يطولش الجاتو يلحس ورق الشوكولاته. طب خليك كده نفسك في الجاتو. لا يقضيها معايا شوق ولا تدوق، في الاخر هيتروق. انت صايع وسافل وقليل الادب. ارجوك مقبول، مقبول منك الطقم ده يا قمر. باين عليا ايامي جايه قريب. لما تحب تزحني من قدامك ابعت لي بالدوزر تريلا من هنا ورايح. تمام عليك لما تشوفني تنزل دماغك في الارض، مفهوم؟ في الأرض. هيا يا باشا، هيا يا باشا، جهزت المبلغ؟ وانا كمان يا باشا، انا كمان جاهز. بقول لك انا كمان جاهز. ماشي يا باشا، ماشي. سلام سلام. ملف قدامك يا باشا، افرزه ورقه ورقه. ايه مش هتعدي الفلوس ولا ايه يا كرم؟ خليهم ببركتهم يا باشا، انا لسه ما جبتش المكنه. ماشي، بس اظن انا اديتك كل اللي انت عايزه. تعرف بقى لو عرفت انك عامل من غير ما اعرف. من غير ما اعرف يا باشا، اتدفن الكلام. طب يلا، مش عايز اشوف خلقتك هنا تاني. ولا انا عايز. بعد الشغل هنيجي هنا ونقسم، كل واحد هياخد نصيبه. طب انا عايزك في كلمتين انا وعادل يا كرم. لوحدينا. امورنا يا سيد. معلش يا ورده، سبقينا على العربيه. حاضر يا كرم، بس ما تبقاش تاخر عليا. ايه
وادي ورده مشيت عشان نتكلم براحتنا. ايه بقى؟ في ايه؟ في ان اللي اسمها ورده دي واخداك على طريق الله اعلم اخرته يا صاحبي. وايه الطريق اللي مش عاجبك يا سيد؟ الملفات بتاعت عماد. احنا لا قد الناس دي ولا قد اللعب معاهم يا كرم. وبعدين عماد ده لا عبيط ولا اهبل عشان يرمي 3 مليون جنيه في الارض كده. اديك قلتها، لا عبيط ولا اهبل واصبعه تحت ضرسي، يبقى كده هيدفع. يا كرم سيد يقصد ان عماد ده عظمه، يعني معارفه كلها في البلد دي تقيله. اسالني انا يا اخي. بلا عظمه بلا نينه، ده راجل سيسو منظر على الفاضي. في جرى يا كرم؟ انت لحد امتى هتفضل تنطح مع الدنيا والدنيا تنطح فيك كده؟ لحد ما اجيب اخرها هتجيب اخري. فرصه وجت لحد عندنا نب على وش الدنيا، حالنا يتعدل. يتعدل؟ اللي انا اعرفه عايز يتعدل ده بيتعدل بفلوس حلال يا كرم. ليه؟ شغلك في البار وشغلك في الكباري فلوسه حلال؟ اي زي المخدرات يا كينج. احنا مش جايين نعاير بعض، احنا ثلاثه ملطوطين. فلوس وجت لنا، مش هينفع نقولها لا. لا ينفع نقولها لا، عشان دي فلوس ناس غلابه. مدفوعه يا كينج، الفلوس دي منهوبه من البلد. وانا بقى بنهب اللي بنهبه البلد. تمام عليك، الملف معايا ورجعت ورقه ورقه وتاكدت ان مفيش حاجه ناقصه، والمعلومات كلها نزلتها على الكمبيوتر واتبعتت على البنك المركزي. والواد يا فندم؟ ما تقلقش من الواد ده خالص، الواد ده بقى بتاعنا خلاص. الواد ده خبر ينزل بكره الصبح في الجورنال. يا فندم الواد ده اتفه مما تتصور، ما يستاهلش ابدا ان خبر ينزل له في الجورنال. المقابله انتهت يا عماد. تمام يا فندم. يلا لكن ورده فين؟ ما اعرفش، من ساعه ما خلصت من ريتها ما شفتهاش. ما اعرفش، بيسال على ورده. ورده فين؟ دي خلصت نمرتها من بدري وغيرت، ما شفتهاش من ساعتها، اكيد مشيت يعني. عايز ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. انا ما سبيت ايه فان اني هنيه لهويس سنين. هو فين؟ مين؟ كرم. ما اعرفش. ما تعرفيش شيء؟ ما اعرفش. انت ما تعرفين؟ لا 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 لا. بعيد 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 بعيد. فين كرم؟ ما اعرفش. آخر سؤال، هو فين كرم؟ ما أعرفش.
تاج الراس، انت مغلب نفسك على ايه؟ ده اللي هيجيب لك كرم حبل الغسيل دي. شيل خمسة. كرم 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 فيها سيد فيها كرم البنت ماسكه كلمته وبتقعد لسه هتحكي فيها كرم بس فكك مني دلوقتي انا مش فايقلك فيها جدع انت بتتكلم معايا كده ليه سيد غور من خليتي دلوقتي انا مش شايف قدامي اغور اغور انا يا صاحبي انا اغور مش هتشوف وشي تاني كمان كده قلبك مش جامد ووشك جايب لون غير لونك الدنيا شكلت عليا يا باشا وصدرت لي الدنيئة ايه مش فلوس فلوس يا كبير خيرك سابق ومطوقني بحريره امال عايز ايه عايز اتلفح بقوتك هات اللي عندك وانت وحظك معايا لا قدرت اسندك يا صحتي ما ساعدتنيش من غير ما اضيع وقتك وهر كتير بص بصه سريعه في الملف ده هيأثر لك نص المسافه سالي سيبنا لوحدنا من غير ما ابص يا كرم مشوارك انا جايب اوله ما تفهمنا يا باشا وترسيني فصص لي الموضوع عشان اعرف التركيبه يا راجل عيب عليك بقى انا اللي هفصص لك انت ناسي ان دي شغلتك وبعدين اللي انا اعرفه ان الخوله على الله يرحمه ما كانش بيدي سره لحد الا لما تكون خامته بيور ومية مية يموت المعلم ولا يتعلم تمام حش كده بقى عماد كلمني وطلب المساعده ولما عرفت ان خالد العزيزي معاه ركنت على جنب وقلت الطريق ده مش طريقي راح هو رمى نفسه في حضن مجدي ده بالحق صحيح وانا ما قلتلكش ان مجدي اتصل بيا عشان ياخد الاذن يخلص حسابه معاك طب يا باشا انت فطمتني ولا انا لسه في لفتك انت شايف المحاسيب كلهم اتجمعوا في حضنك وانت منفض وضرب التلاقي مش انت اللي عوقت على نفسك خلاص بقى اخوي خلص نفسك بنفسك اوعى تنسى ان انا شغلتي نصها هدوء ونصها سكسك ماشي يا باشا في كلمه تانية عايزك تحطها حلقه في ودنك اللي يسحب نفس جامد ويكتمه ما يحملش الناس طلعان روحه لا نحمل ولا نعتق كل سلوفانه مقطوعه على قد الحته اللي جواها وانا قادر اشيل حملي عجبتني عجبتني قوي يا كرم كده بقى بقيت محترمك انت المحترم لا تخاف منه ولا تخاف عليه يا باشا فاكر نفسي ناصح وحسبها بالملي والناس تخلوا عني طب مين بس فاضلي اللي فاكرهم حبايبي عادي رديو بذلي بعمل الناس بطيبة
على طول نيتي سالكة، فاكرين ده غباء مني، فاكرين هما الأذكى، هصبر والحساب يجمع، ما كده كده مش فارقة. هي دي كل الصور؟ ايه بس هادي فين؟ انت فتحت لي باب امل وهتنجيني من حبل المشنعة. الو؟ ايوه خالد باشا، الصور كلها معايا وانا مسؤولة قدام حضرتك مسؤولية كاملة. ميرسي لذوقك، انا اسفة جدا على الازعاج. المليون جنيه اللي اتفقنا عليهم في العربية، والعربية كمان اعتبرها هدية مني، ابقى ارجع بيها. مش عارف اقول لك يا سالي، انت تستاهل اي حاجه اعملها عشان حضرتك، عشان انت راجل قوي، يا ريت كل الرجاله زيك. انت كمان تستاهلي كل خير. انت كمان تستاهلي كل خير. بس سالي، كل حي بياخد نصيبه. يا بختها بيك. يا سيد حقك عليا يا يا عم، انت ما تعرفش انا كان فيا ايه. حقك عليا. سيد تعيش انت. وردي انا وصلتها قوام قوام ربني، ولو ما طلعتش راجل وجيت نورا كمان هتحصل. قلت ايه، جاي ولا لا؟ لا يا مجدي، انا جاي لك جاي لك جاي لك عشان نقفل الصفحة دي خالص. في أكرة؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. بعدين هفهمك. طب لا سيد فين؟ بكلمه الصبح ما ردش عليا. سيد كرم، سيد جرى له حاجة كرم ولا إيه؟ مش وقت رغي، مش وقت رغي. هو أنا لازم أفهم، أنا عامل زي الأطرش في الزفة يا عم، مش فاهم حاجة. العربية دي فيها شنطة فيها مليون جنيه. لا تفضل أمانة معاك لحد ما ارجع، وما رجعتش
الشقه عندي في الدرج بتاعي، هتلاقي ورقه فيها اسماء كتير. الناس دي عيلها تستاهل الفلوس وبس. ما رجعتش فيها كنج، ما ترسيني وانا معاك. انا عارف انك جدع ورجوله، بس ده مش تمامك دلوقتي. انت تمامك دلوقتي الفلوس، الفلوس وبس. عادي ما تزعلش مني، بعدين هتفهم. ماشي. يمد ايده على حرمه ما يبقاش ذكر، واللي يقتل ضعيف يبقى ابن حرام. وانت عملت الاثنين، تبقى مره وامك ما جابتكش من ظهر ابوك. وانت لو خلاصه ورجوله كنت جيت لي بطوله، بس انت قلبك طري وعارف ان كعبي عالي عليك. وانا بسمعكم يا اهل الحته، انتوا عارفيني كويس وعارفين من هو كرم الجن. حقي سيد انا مش هسيبه، ونوره هترجع لبيت امها حتى لو فيها رقبتي، عشان ده عرض، والعرض يعني نخوه. اللي حصل لهم ده ممكن يحصل لكم لو فضلتوا واقفين متكتفين زي الولاعية طول عمرنا متصيطين بالجدعنة. والرجولة نار، نار بتكوي في عرقنا. إنما الخسة متلزمناش، مش من طبعنا. صاحب الحق قوي. قلتوا إيه؟ Oh,
بيك.